بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضيه محليا وعالميا. البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر طلب تقرير مفصل عن بيانات وارقام جميع اللاعبين المحترفين ومزدوجي الجنسيه بمعسكر منتخب الشباب المقام حاليا في القاهره، وبيرغب فيتوريا في جمع معلومات كامله عن اللاعبين لمعرفه امكانيه الاستفاده من المميزين منهم في كاس العالم 2026 اللي بيعتبر الهدف الاساسي لفيتوريا. ايضا روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر حدد يوم 9 يناير المقبل موعدا لسفر بعثه منتخب مصر الى كوت ديفوار على متن طائره خاصه للمشاركه في بطوله امم افريقيا، وياتي قرار فيتوريا من اجل منح اللاعبين اكبر قدر من الراحه قبل بدايه معسكر الاعداد لخوض مباريات البطوله. لاعبو مودرن فيوتشر خاضوا الميران الاول امبارح بالامارات استعدادا لمواجهه بيراميدز في اللقاء اللي هيجمع الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي ببطوله كاس السوبر المصري. بعثت فريق الأهلي وصلت الإمارات قادمة من السعودية للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بعد الحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، وبيستعد الأهلي لخوض بطولة السوبر المصري اللي هيبدأها بمواجهة سيراميكا، ويلعب الفائز من هذه المباراة مع الفائز من مواجهة بيراميدز ومودرن فيوتشر على لقب السوبر المصري. فريق الترسانة فاز على غزل المحلة بنتيجة 2-0 في المباراة لجمعتهم باستاد المحلة، يتأهل الشواكيش لدور ال 32 لبطولة كأس مصر. فريق ليفربول المحترف ضمن صفوف النجم المصري محمد صلاح تعادل مع نادي أرسنال بنتيجة 1-1 في المباراة اللي أقيمت على ملعب أنفيلد امبارح في قمة الجولة 18 لمنافسات مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبكده بيحتل فريق أرسنال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 39 نقطة. فريق ويست هام فاز على فريق مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب لندن الأولمبي امبارح، ده ضمن مباريات الجولة 18 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالنتيجة دي تراجع مانشستر يونايتد للمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، بينما ارتقى ويست هام إلى المركز السادس في ترتيب البريمير ليج برصيد 30 نقطة. فريق توتنهام حقق فوز مهم على ايفرتون بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح باستاد توتنهام هوتسبير، ده ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري الانجليزي، بالنتيجة دي رفع فريق توتنهام رصيده للنقطة 36 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي، بينما تجمد رصيد ايفرتون عند النقطة 16 في المركز 16. فريق طرابزون سبور اللي بينضم ضمن صفوفه الدولي محمود حسن تريزيجيه تعادل مع فريق اسطنبول باشاك شهير بنتيجة 1-1 ده خلال المباراة اللي أقيمت بينهم في الجولة 17 من منافسات الدوري التركي، وبالنتيجة دي بيحتل طرابزون سبور المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري التركي، بينما يحتل فريق اسطنبول باشاك شهير المركز 13 برصيد 19 نقطة. نادي نابولي الإيطالي أعلن امبارح بشكل رسمي تمديد عقد المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين حتى صيف عام 2026. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لجمانة ومحمد علشان نكمل معاكم فقرة صباح خير يا مصر. شكرا يا دينا، شكرا.